يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأحبة الكرام، حديثنا في هذا اللقاء أسميته وقفات مع التحيات. التحيات أعني بها التي يأتي بها المسلم في آخر صلاته بعد قيامه وركوعه وسجوده، ثم في تمام صلاته يجلس تلك الجلسة العظيمة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، مبتدئا هذه الجلسة بقوله التحيات لله إلى آخر ما ورد. وما سأتحدث به عن التحيات في مجلسنا هذا ليس من باب التعليم، وإنما من باب المذاكرة والتذكير. أذكر نفسي أولا، وأذكر من يسمعني من الحاضرين، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين. فلست معلما وإنما مذكرا، مذكرا لنفسي أولا ومذكرا لإخواني أجمعين، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، يعددون أشخاصا بأسمائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن قلتم ذلك أصابت من في السماء ومن في الأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث حديث عظيم جدا في ذكر هذه التحيات العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته. نستفيد من هذا فائدة مهمة، ونحن نرى في أول الحديث اجتهاد الصحابة في التحية، كانوا يقولون السلام على الله، وهم من هم في الفضل والمكانة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صحح لهم وعلمهم. وسيأتي معنا في صفة الصلاة عليه، قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يستفاد منه فائدة مهمة، وهي أن الشأن في الدعاء والأذكار كالشأن في عموم أمور الدين، لا بد أن يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وكل المرء هذه الأمور لاجتهاده يخطئ، يقع في زلل، لكنه إن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فما عند النبي صلى الله عليه وسلم كله معصوم وكله لا خطأ فيه. فكانوا يقولون خلف النبي عليه الصلاة والسلام: السلام على الله. والسلام دعاء، دعاء بالسلامة للمسلم عليه،
والله عز وجل هو السلام، هو الذي تطلب منه السلامة للعباد، والسلام اسم من أسمائه كما في أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام اسم من أسمائه، وهذا الاسم من أسماء التنزيه، مثله القدوس ومثله السبوح، هذه كلها أسماء تنزيه، تنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فلا يصح أن يقال السلام على الله، لأن السلامة إنما تطلب منه وهو المعطي لها سبحانه وتعالى، أما هو جل وعلا فهو السلام. لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. السلام إنما يطلب من الله جل وعلا. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات أي جميع التعظيمات بكل صورها من ذل وخضوع وركوع وسجود وانكسار، هذا حق لله وحده عز وجل، لا يصرف إلا له، لا يذل إلا له، لا يخضع إلا له، لا ينكسر إلا بين يديه. التحيات التعظيمات بكل صورها له جل في علاه، له وحده سبحانه وتعالى. والصلوات قيل أي الصلاة ذات الركوع والسجود، وقيل الصلوات بمفهومها اللغوي وهو الدعاء، لأن الصلاة لغة الدعاء. ولا يمنع أن هذا اللفظ يشمل أمرين، يشمل الصلاة ذات الركوع والسجود، ويشمل أيضا الدعاء، هذا كله لله، الصلوات التي هي ذات الركوع والسجود لله، والصلوات التي هي الدعوات التي يدعو بها هذه لله. فلا يسجد ولا يركع إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والطيبات لله، الطيبات موصوف لوصف محذوف يدل عليه السياق. الطيبات أي من الأسماء الصفات الأقوال الأعمال النيات، هذه كلها لله عز وجل. الطيبات من الأسماء، أسماؤه سبحانه وتعالى كلها طيبة، ومن أسمائه الطيب، هذا من أسماء الله، قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. والصفات الطيبات كلها له، والأعمال الطيبة والأقوال الطيبة والنيات الصالحة الطيبة، هذه كلها لله، لله وحده جل في علاه، فهو طيب ولا يكون له إلا الطيب. ولهذا إذا كان المرء طيبا في أعماله أقواله نياته متقربا بذلك لله جل وعلا، كان يوم القيامة من أهل طبتم فادخلوها خالدين. فالطيبات لله، يعني من الأقوال والأعمال والنيات، وأيضا الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها لله عز وجل. الأسماء الحسنى والصفات العلى طيبات لله وصفا له جل في علاه، والأعمال والأقوال والنيات لله عز وجل قربة يتقرب بها العبد. وهذا كله يستفاد من قوله في الحديث الآخر إن الله طيب، يعني في أسمائه وصفاته، ولا يقبل إلا الطيب، أي من الأعمال والأقوال والنيات.
بعد هذه التحية والتعظيم لله جل في علاه خص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسلام خاص وبدأ به من بين سائر العباد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام له حق خاص على كل الأمة وعلى جميع العباد، لأن به أنقذ الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى صراطه المستقيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كان أولى بالمؤمن من نفسه فيقدم حتى في هذه التحية وهذا السلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بعد هذا التخصيص له صلى الله عليه وسلم يأتي بعده بشيء خاص بالمصلي المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. فبعد أن يخص النبي عليه الصلاة والسلام مقدما له على نفسه، لأنه أولى بنفسك منك، أولى بنفسك منك لأنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك، ولهذا كان أولى بالمحبة من نفسك، تقدم محبته على محبتك لنفسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا التقديم في السلام هو من هذا الباب، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيقدم السلام عليه على السلام على النفس. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. ثم يعمم: وعلى عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى هذه الجملة قال: فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. لاحظ الآن لما يقول المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصحابة كانوا يقولون السلام على فلان وفلان، كانوا يقول السلام على ميكائيل وجبرائيل، السلام في ملائكة آخرين، ويقول السلام على فلان وفلان، يعينون أشخاص بأسمائهم. لو كان هذا هو المشروع، لو كان هذا هو المشروع في التحية عندما نسلم نعد بالأسماء، ما من نذكر ومن ننسى ومن نترك. لو كان في كل صلاة سنعد أسماء الملائكة ما عرفنا من أسمائهم وأسماء الصالحين الذين لهم حقوق علينا، كم سنعد؟ السلام على فلان، السلام على فلان. هذه تذكرني بأمر أشير إليه ثم أعود. الآن بعض الزوار يأتي عندما يريد أن يأتي إلى المدينة ومعتمرا وزائرا لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جرت عادة في كثير من البلدان يوصون الزائر، يقولون له: سلم لنا على النبي عليه الصلاة والسلام، سلم لنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علم به مسافرا حمله هذه الأمانة، هذا وذاك والآخر والثالث والرابع، يحفظ في ذهنه كم من هذه الأسماء. بعضهم من مزيد النصح، وحدثني بعضهم بذلك، كان كل من وصاه كتب اسمه في ورقة. جاءني مرة أحد السائلين قال لي: يا شيخ، أن حملت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام، وكتبت الأسماء في ورقة، وهي أسماء كثيرة، كان يريد أن يقف ويقول فلان وفلان وفلان إلى آخره، يقول: وفقدت الورقة، فقدت. يسأل عن الورقة وكيف يصنع، حمل نفسه
أمرا لم يؤمر به وليس مأذونا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ما في ورقة ونسيت وكتبت إلى آخره، يبلغونني عن أمة السلام. ولا يحتاج والإنسان في بلده ينتظر شخصا يسافر حتى يقول له بلغ، ما يحتاج، في أي ساعة من ليل أو نهار صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. فوجه الشبه بين القصتين أن هذا العد تحميل للإنسان لأمر ما يصعب عليه أن يتحمله، يصعب لو كان فعلا مشروع لمن زار المدينة أن يقبل من الناس هذه الحمالة ينقل السلام. الآن جرت عادتنا لما يسافر شخص إلى بلد يقول هذه عادتنا نحن، عادة سلم على من لقيت، سلم على من لقيت، سلم على الأحباب والأخوان والأقارب. هذا إذا فعلا أنا أحمله السلام دخلت في مشكلة، وإذا أنا حملته والثاني والثالث يصبح مجرد ما يصل كل ما يلقى شخص يعدد له: فلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك وفلان يسلم عليك، وكل ما يلقى آخر خاصة التعميم سلم على الجماعة وعلى الإخوان وعلى. لكن مثل هذا يعني يستفاد من هذه التحيات أن هذا لا يقصد، حتى لو قال قائل سلم لا يقصد أنه تتبعهم واحدا واحدا، لكن في جلسات في عامة في 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 عموم لقاءات أو نحو ذلك حتى تبقى الصلة والرابطة ونقل السلام والتواصل وما إلى ذلك. نعود إلى الحديث: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلتم ذلك فإنها تصيب كل عبد صالح في السماء والأرض. انظر هذا الفضل العظيم، تكون بذلك دعوت لكل عبد صالح في السماء والأرض، في هذه الجملة المختصرة التي أغنى الله سبحانه وتعالى بها عباده عن جمل طوال وكلمات كثار لا يمكن أن توفي بالمطلوب مهما كثرت ومهما تعددت. هذا يذكرنا بأمر يربطنا ربطا وثيقا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ودعواته المأثورة عنه جمعت هذا كله، جمعت على وجازة ألفاظها جمعت الخير كله وأتت عليه بحذافيره. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يأتي بعدها الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توحيد الله، لأن هذه الشهادة هي شهادة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد لله بالوحدانية والتفرد وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وكلمة الشهادة قائمة على ركنين: لا إله إلا الله، النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، النفي بدون إثبات ليس بتوحيد، والإثبات بدون نفي ليس بتوحيد، لا يكون التوحيد إلا بمجموعهما نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي للعبودية عن كل نفي العبودية نفيا عاما عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده إخلاصا وإفرادا له بالعبادة. والشهادة الثانية شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، شهادة له بالرسالة، وهذا أيضا توحيد،
لأن العلماء يقولون التوحيد نوعان: توحيد للمرسل الله بإخلاص الدين له، وتوحيد للمرسل بالاتباع، نتبعه وحده، نأخذ عنه وحده، نتلقى عنه الدين وحده. فالدين هو ما جاء من طريقه هو عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ للناس عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الشهادة جمع بين وصف بالعبودية والرسالة، فهو عبد والعبد لا يعبد، ورسول والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وهذا يحدث عند من يقول ذلك محققا له وسطية في الباب بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فلا يغلو فيه فهو عبد، لا يعطيه شيء من حقوق الرب أو صفات الرب فهو عبد، عبد والعبد لا يعبد، ورسول والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا حقيقة الشهادة له بالرسالة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يأتي بعد هذا الصلاة الإبراهيمية ولها صيغ عديدة، لكن أجمع هذه الصيغ، الصيغة التي جاءت في الصحيحين عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب ابن عجرة رضي الله عنه وقال: ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية. كثير من الناس مفهوم الهدية عندهم إذا قال له قائل ألا أهدي لك هدية ينتظر أن يدخل يده في جيبه أو يخرج متاعا يقدمه له. قال: ألا أهدي لك هدية؟ قال: قلت بلى أهدها لي. فقال رضي الله عنه: قلنا هذه الهدية، قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك صلى الله عليه وسلم، كيف نصلي عليك؟ هذا السؤال تكرر في أحاديث عن غير واحد من الصحابة، قالوا: كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ السؤال يوضح لنا ما أريد أن أشير إليه وأبينه. الصحابة رضي الله عنهم في لغتهم وفصاحتهم وعلمهم ودرايتهم بالدين أليس عندهم قدرة أن يصوغوا صيغا جميلة في الصلاة على النبي أو لا قدرة عندهم؟ عندهم قدرة أن يصوغوا صيغ من أجمل ما يكون، ما منهم واحد صاغ شيئا واتخذه وردا له. قال: كيف نصلي عليك؟ الآن يوجد كتب فيها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مخترعة كثيرة جدا، ويعظمون من شأنها ويفخمون من أمرها وهي مخترعة. الصحابة رضي الله عنهم مع علو كعبهم ورفعة شأنهم وفصاحتهم وإلمامهم بالدين وقرب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلقيهم عنه ما اخترعوا صيغا. قالوا: كيف نصلي عليك؟ ثم لما علمهم كيف يصلون عليه ماذا صنعوا؟ أخذوا هذا وعملوا به. قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمهم هذه الصيغة فأخذوها عنه، وجاءت أيضا صيغ مقاربة، لكن هذه أجمع الصيغ في الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأيا أتى به المصلي من الصيغ المأثورة يجزئه ويحقق المقصود والمراد. فالحاصل أنه بعد التحيات والتشهد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة العظيمة الشأن.
يجمع فيها بين الصلاة والرحمة والبركة. اللهم صل على محمد ثم اللهم بارك على محمد. والصلاة عليه من الله جل وعلا هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة المؤمنين له وصلاة الملائكة له، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هو طلب ذلك. وأما البركة فهي النماء والزيادة، فهذا فيه سؤال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة والبركة. بعد هذه الأمور ماذا يأتي؟ بعد هذه الأمور العبد وقف أمام الله، كبر واستفتح وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وركع ورفع وسجد إلى أن جاء في خاتمة الصلاة وجلس هذه الجلسة. بعد هذه الأمور العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، ثم افتتح هذه الجلسة بالتحية التعظيم لله والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام على النفس وعلى عباد الله المؤمنين، ثم الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ أصبح الباب مفتوح لإجابة الدعاء، باب مفتوح من أعظم وأرجى ما تكون الإجابة للدعاء، وأرجى ما تكون الإجابة للدعاء في جوف الليل وفي دبر الصلاة قبل السلام. ولهذا قال في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لأنه باب إجابة، باب إجابة. أحد الأئمة يخبر عن أحد المصلين أنه جاءه بعد الصلاة وقال له: يا شيخ أنت طولت في التشهد، أنا قرأت التشهد خلفك مرتين. يقول: أنا قرأت التشهد خلفك مرتين. من قالك اقرأ التشهد مرتين؟ إذا أنت التشهد فرصتك للدعاء. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. بعض الناس إذا سلم الإمام ود لو أنه أطال قليلا حتى يكمل ما في نفسه من دعاء، ليعرف قيمة هذا الوقت وشأنه في الدعاء. وبعضهم إن أطال الإمام قليلا تململ منه وتضجر وود لو أنه عجل بالسلام. فرق بين هذا وهذا. فالحاصل أن هذه فرصة ثمينة عظيمة جدا قبل السلام للدعاء وتحري الدعاء. حتى إذا كان الإنسان في نفل يصلي نافلة، إذا كانت في نفسه حاجة، بعضهم يعجل ويسلم ثم يرفع يديه ويدعو. فرصة قبل أن تسلم أن تتخير من الدعاء ما شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. لكن هناك دعوة وهي تعوذ، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ بالله من أربع. ولأجل هذا الأمر بعض العلماء ذهب إلى وجوب هذا التعوذ من هذه الأربع، وبعضهم وهو جمهور أهل العلم إلى أنه للاستحباب وليس للوجوب. ومهما كان الأمر ينبغي على العبد أن يحرص على التعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع: تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأربع ترجع إلى أمرين: الأول العذاب، وهو في الحديث نوعين: عذاب جهنم وعذاب القبر الذي يأتي بين يدي عذاب جهنم ويسبقه، وعذاب القبر حق كما قال عليه الصلاة والسلام. والقبر إما أن يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أعاذنا الله
أجمعين ووقانا وعافانا. والفتنة كبرى وصغرى، نوعين الفتن، واشتمل عليها قوله أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتنة الكبرى هنا أمرين، فتنة الدجال وفتنة الممات، هذه فتنة كبرى. لماذا؟ لأن الفتنة التي تحصل للمرء في موته غير متداركة، لأنه فتن ومات، مات على فتنة والعياذ بالله. والنوع الثاني فتنة الدجال، أيضا هذه الفتنة غير متداركة. والفتنة الصغرى فتنة المحيا، الفتن التي تعرض الإنسان في حياته عنده فرصة ولهذا وصفت بأنها صغرى، لأن عنده فرصة للتدارك. أما فتنة الممات وفتنة الدجال هذه غير متداركة، لكن الفتنة الصغرى التي هي في المحيا، الفتن المتنوعة التي تعرض للإنسان متداركة. وكم من إنسان فتن بشهوة أو فتن بشبهة وعافاه الله منها وسلمه ووقاه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا التعوذ يتخير من الدعاء ما شاء من سؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. هذه خلاصة يسيرة حول الموضوع، هي كما قدمت من باب الذكرى والمذاكرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ثمة أمر أريد، هو خارج الموضوع، أريد أن الإشارة إليه، وهو يعني جانب ربما يكون تاريخي لكن في نفسي أنه جميل جدا. الذي على يميني الشيخ علي المهنا حفظه الله، هذا زميل دراسة لوالدي، كلاهما درسوا في كلية الشريعة في الرياض سويا، وكان مقعدهما، لأنه كانت المقاعد الماصات التي يجلس عليها ثلاث طلاب، كان مجلسهما واحد في المقعد مع الوالد. ولما حصل التخرج كان الأول على الطلاب كلهم الوالد، والثاني الشيخ علي. يقول لي الوالد حفظه الله وحفظ الله الشيخ علي، يقول لي الوالد، يقول لما خرجت النتيجة كنت في القصيم، فكتب لي أحد الزملاء يهنئني بالتخرج والأولية، كتب لي برقية. البرقية كانت يحرص من يريد أن يرسل برقية، يحرص على ماذا؟ أن تكون الألفاظ قليلة جدا، يعني قبل أن يذهب البرقية يكتب ويلخص حتى يوصل الجملة بأقل الحروف الممكنة. فكتب للوالد برقية، قال أهنئكم بالأولية فالمهنى فعرفه، هذه البرقية المرسلة للوالد، قال أهنئكم بالأولية فالمهنى، يعني يليك المهنى اللي هو علي المهنى، فعرفه زميل ثالث لهم كان أخذ المرتبة الثالثة. والشيخ علي له مكانة كبيرة جدا في قلبي، واعتبره والد، وتحدثي في المجلس وهو حاضر هو من باب الحقيقة، يعني أتحدث وهو حاضر ليوجهني وأستفيد من توجيهه جزاه الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.